بسم الله الرحمن الرحيم أذكار بمثابة الماء والهواء للمسلم، لا غنى للمسلم عنها، للمسلم عنها. أذكار تحميك من كل الشرور، من الحوادث والكروب والمصائب. كثرت المصائب والكروبات الآن والحوادث بسبب التقصير في هذه الأذكار. هي من أعظم أذكار الصباح، لكن غفل عنها كثير من الناس. شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه. الصحابي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح مسلم: يا رسول الله، أرأيت أني البارحة قد لدغني عقرب؟ قال له: لو أنك قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضرك. لو قلت 3 مرات، لو كنت قلت الذكر ده 3 مرات ما كنتش وضغط. فكثير جدا من الناس يعني هذا الذكر يقال 3 مرات صباحا 3 مرات مساء. لو أنك قلته لا يضرك شيء طول اليوم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أو من شر ما ذر أو خلق وبرأ وسلام على روح في العالمين. من قال حين ينزل منزلا هذا الذكر لا يضر شيء حتى يرتحل من هذا المكان. ذكر ثالث عظيم جدا. شوف بقى سيدنا يعني الإمام القرطبي رحمه الله، ومن كبار العلماء، كان يحدث بهذه الأحاديث، يحدث بهذه الأحاديث أو بهذه الأذكار، وعلم الناس. ففي يوم من الأيام لدغه عقرب، فتعجب الناس فراحوا يعني يزوروه في بيته، فقال لهم: قد كنت تحدث بحديثا تقول من قال كذا كذا لا 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 لدغه عقرب أو لا لدغه لم أو لم لم تصبه هم أو عقرب كما جاء في الحديث. من قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 3 مرات لم تصبه مصيبة حتى ينسي، أو حتى ولو قالوا في المساء لم تصبه مصيبة أو لو يدغه عقرب أو هامة حتى يصبح كما جاء في الحديث. قال لهم: نسيت أن أقول هذا الذكر هذا اليوم. نسى يوم واحد فقط يقول بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كما جاء في الحديث. من قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماء ولا في الأرض وهو السميع العليم 3 مرات لم يلدغ عقرب أو هامة أو تصيب حادثة طوال اليوم صباحا في المساء. فقال لهم: نسيت أن أقول هذا الذكر في هذا اليوم. يوم واحد فقط نسى، وهو من هو في العلم، وهو الذي كان يعلم الناس، فلدغ العقرب. شوفوا أنا نفسي قابلت مرة واحد سألته، لقيته مصاب، قلت له: قلت أذكار الصباح النهارده؟ قال لي: لا ما قلتش. عشان كده بتحصل الحوادث، آلاف الحوادث، السيارات تحدث كل عام في بلد كجمهورية مصر العربية مثلا. ده غير الحوادث اللي هو الوقوع في بلوعات والغرق والعمار، ليه كل ده؟ ليه تقصير في ذكر الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أذكار تحمينا، لكن نحن الذين نقصر. فلا معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لو يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم سورة الرعد. فالملائكة دي، الملائكة المعقبات دي ملائكة بتتعاقب تحميك. هي بتحميك بإيه؟ بأمر من الله سبحانه وتعالى، حتى إذا جاء قدر الله خلوا بينك وبين قدر الله. الحماية دي لا تتأتى بالشكل الكامل إلا إذا كنت ذاكر لله سبحانه وتعالى، بتقول هذه الأذكار. شو بقى الذكر العظيم ده؟ عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال إنه جاءه ناس وقالوا له: احترق بيتك يا أبا الدرداء. قال لهم: لا، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرا لو أنني قلته في يومي لم تصبني مصيبة حتى آخر يوم. قالوا له: قد احترق بيتك. قال: لا، لم يحترق بيتك، تعالوا معي إلى بيتي. فذهب إلى بيته فوجد كل البيوت بجوار بيتي قد احترقت، وبيته لم تصبه شرارة. قال لهم: قولوا: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. إذا قلت هذا الذكر العظيم لم تصبك مصيبة طوال اليوم. أنا أقوله مرة صباحا ومرة مساء كالماء والهواء. ما قلتش الأذكار دي بقى، لا ما تلومش لنفسك لما تحصل لك مصيبة، حادثة، كارثة، أي شيء. أنت الذي قصرت في ذكر الحيوان الأعجمي إذا قصر في ذكر الله سبحانه وتعالى ساعة
كما جاء في الصحيح كما قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عندما وضع قدام أمامه صيد قال ما صيد هذا الصيد إلا بتقصيره غفلته عن ذكر الله. إذا غفل الحيوان عن ذكر الله سبحانه وتعالى ساعة في الغابة يسلط عليه حيوان يفترسه الحيوان الأعجمي، فما بالك بقى بالإنسان العاقل. عشان كده أصلا قال في الحديث ما من قوم يجلسون في مجلس أو يسيرون في طريق ساعة لا يذكرون الله تعالى ولا يصلون فيها على نبي إلا كان عليهم حسرة وطرة يوم القيامة وإن كانوا من أهل الجنة. هذا صحيح. طرة أي كان حقا لله سبحانه وتعالى أن يسأل منهم يوم القيامة إلا أن يغفر لهم. فدي الأذكار اللي بتحمينا تحفظنا بحفظ الله سبحانه وتعالى من المصائب والكوارث. قصرنا فيها فكسرت الكوارث والحوادث ولا حول ولا قوة إلا بالله وما ذلك يعفو عن كثير. ياريت كلنا نتقي الله سبحانه وتعالى، ياريت كلنا نحافظ على هذه الأذكار. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم، ثلاث مرات تقولها صباحا ومساء. الذكر الذي أبي الدرداء ذكر عظيم جدا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان ومن لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وتقول أيضا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أو من شر ما ذر أو خلق وبرأ، وسلام على الروح في العالمين. إذا قلت وأنت جالس في مكان أو في بلد أو في بلد لم يضرك شيء حتى ترتحل. هذه الأذكار الثلاثة هامة جدا، خصوصا الذكر الأول والثالث. أنا هكتب لكم الأذكار دي تحت الفيديو، ريت تنسخوها وتنشروها على مواقع التواصل الاجتماعي لأنها كالماء والهواء. أقول قولي هذا، أستغفر الله.